الحلاوة الطحينية، نصف كوب سكر ناعم بودرة، واحد كوب حليب مجفف بودرة، نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم، 3/4 كوب طحينة، وواحد كوب فستق حلبي مجروش. حنعمل تارت ونحشيه بالحلاوة الطحينية، والحلاوة الطحينية هذه مش حتبقى جاهزة من السوق، انتو حتعملوها بنفسكم على أو في مطبخكم في منتهى البساطة والسهولة. نبتدي في الأول الحليب المجفف، السكر الناعم البودرة، والطحينة أو الهردة حسب ما بتحبوا تسموه. حبيت أضيف طعم، ممكن في ناس يحبوا يضيفوا شوية هيل، ما في مشكلة عندي حسب رغبتكم. ببتدي أقلب الطحينة مع الحليب والسكر لغاية ما تصير عندي بهذا الشكل. الحشوة أصبحت عندي جاهزة، ببتدي بمعلقة صغيرة باخد كمية ووزعها في الكبس اللي هي اوريدي مخبوزة بهذا الشكل. في بعض أنواع الطحينة طبعا بتختلف كثافتها أو سماكتها من منتج لآخر، فإذا حسيتوا إنها ناشفة معكم شوي زودوا لها شوية طحين. هلأ باخد كمية من الفستق واروح حاطة فوق كل قطعة كمية من الفستق واضغط عليها ضغطة بهذه الطريقة. أعزائي، وصفة التارت بالحلاوة الطحينية جاهزة إنكم تتذوقوها من ألذ وأطيب الوصفات. أرق تحية وألقاكم في حلقة قادمة من مطبخ منال العالم.